شجرة الجميز المعمرة هذه في أريحة لها قصة مع التاريخ والأسطورة. شجرة الجميز في أريحة مرتبطة بتقليد يرتبط بزيارة السيد المسيح الأولى لأريحة ولقائه بزكى العشار وهو جامع الضرائب، الشخصية الكريهة التي كانت بنظر أهل أريحة في الفترة التي زار فيها السيد المسيح أريحة، والتي صعد إليها زكى نظرا لقصره حتى يتمكن من مشاهدة السيد المسيح. مثل هذه الحكاية عامل جذب أكيد للسياح الأجانب الذين يزور مليون منهم المدينة سنويا وفقا لتأكيدات رئيس بلديتها. طبعا سمعت هذه القصص من الإنجيل وأنا سعيدة بوجودي هنا. أستطيع أن أتخيل أن مثل هذه الشجرة كانت موجودة هنا وأن أستعرض الصور في ذهني. أما مسألة إذا كانت هذه هي الشجرة ذاتها أم لا فهذا ليس مهما بالنسبة لي. شجرة زكى العشار تكتسب بعدها الرمزي لكونها في قلب مشروع يهدف إلى تحويل أريحة، إحدى أقدم المدن في التاريخ المروي، إلى مركز جذب سياحي. كشفت هذه التنقيبات التي قامت بها دائرة الآثار الفلسطينية ومعهد الآثار في الأكاديمية الروسية عن آثار تعود إلى الفترة البيزنطية من القرنين الخامس والسادس الميلادي. السلطة الفلسطينية تخطط لعدد من المشاريع التي تمتد حتى البحر الميت المجاور، من بينها منتجع سياحي. بعض المشاريع يمكن البدء فيها والبعض الآخر مثل إنشاء مطار لاستقبال السياح يبدو فكرة دون عائق، فالاحتلال الإسرائيلي هنا هو الذي يتحكم بمعابر الضفة الغربية ويمتلك سلطة إعطاء الموافقات على مثل هذه المشاريع أو رفضها لأسباب يقول إنها أمنية. وائل الحجار، بي بي سي.